نديرو لها فحال هكا شويه فحال هكا كنفقوا عليها كنقولوا بسم الله واخا مغبره في سلام الله وحفظه. خوتي رمضان مبارك سعيد علينا كاملين علينا وعليكم ان شاء الله رمضان سعيد نتمنى يدوز بخير ولا خير وبيس لكم خوتي وبصحه فطوركم. السلام عليكم واش خوتي نتمنى تكونوا كاملين بخير ولا خير. مرحبا بكم في فيديو جديد اوفنا جديد اليوم ان شاء الله نمشيو نخدموا هانتوما تشوفوا السكاكره غادي حتى العشيه حيت ما تنخدمش الصباح كنخدم غير العشيه ماشي يوميا بطبيعه الحال كنخدم غير مره ملي تيكونوا محتاجين السوايع تمشيو نزيدوا معهم اخوتي السوايع حيت خاصنا نخدموا خاصنا نتحركوا شويه للعمل باش تخلص كرات تخلص ماكله تخلص امورك تكون هو هذاك تعس بخير ولا خير. ومن خوتي حنا دابا غاديين داير مع السيد مع 4:30 باش نتحركوا انا هابط عنده نتحرك انا وياه ان شاء الله غنوريكم شي لعيبات تما نشوفوا كيفاش الخدمه كيفاش داكشي داير. المهم شي لعيبات خفاف شي حاجه خفيفه الفيديو نحاولوا ندوزو خفيف ظريف. خوتي بغيتكم تنزلوا عليا بكومونتيرات كثروا من التعاليق خوتي واخا غير قلب ولا اي كومونتير كيف ما كان المهم شي كلمه في حقي ولا شي لعيبه باش الفيديو خوتي يطلع شي شويه ويكون داكشي هو هذاك. واخيرا وصلنا للبلاصه ديالنا هانتوما كيما كتشوفوا وي 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 مزيان ولي مزيان هانتوما هادي فروم باف. المهم احنا ما جايينش باش نخدموا هادي جايين نخدموا حاجه اخرى جايين نخدموا البلو بيري التوت الازرق ولي جايين نخدموا خوتي. المهم يلاه لقيت شويه دخلت من هاد البلاصه نخرج من هنا حيت ما بغيتش نمشي من الرمله حيت ليها جايه لي من ليها فيها الرمله دايره فحال الصحراء خوتي نديرو لها فحال هكا شويه فحال هكا كنفقوا عليها كنقولوا بسم الله واخا مغبره في سلام الله وحفظه. والله الا بنين حلو شي ناضي عندهم اخوتي ويا الله يسمح لينا وصافي هاني هاني. المهم دابا نمشيو باش نبداو الخدمه مع الخمسه ان شاء الله باقي 4 ساعات دابا نمشيو نريحو لها شويه عاد نبداو الخدمه. اللعيبه هي اللي تنخدمو فيها هادي قولو فيها كدير ليها فحال هكا تا هي كتنفخ عليها فحال هكا وكتقول بسم الله بنينة بس ليكم خويا. المهم يوريتكم انا فاش كنكون خدام راه مكنقصيش هادشي نهائيا يعني الا اول مرة تقريبا عما تاني مرة اللي درت هنا هي في كاميرا صح ما هي خدمة طن 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 كنتي رابيدو باش كتسالي خوتي وتكون مزيان بس ليكم خويا. المهم دابا كنتسناو يجيو باش نبداو الخدمة. هاد البلاصة هادي اجور اشي علاش نصور حيت دابا وصلنا بكري و تنتسناو باقي ما جا حتى واحد دونك بعدت عليهم و جيت نصور لكم شي لعيبات هنايا باش تشوفوا. ها هو التوت كنلقطو غير هاد الزرق هذا داكشي ساهل اخوتي خصو غير بنادم كيصعب امور زعما داكشي ساهل داكشي ناضي و هذاك كلشي زوين كلشي ناضي حتى اللي خدامين معاهم ظريفين زوينين كيوت لكن مزيان هادشي اللي بغينا حتى حنايا بغينا نخدمو شويه نحركو شويه الدعوه باش نبقاو نديرو فيديوهات زوينين هادشي اللي كاين دابا كنتسناهم باقي لحد الان تنتسناهم. هاي واحد الوشو تبارك الله واو سكت تبارك الله والله يا خوتي تقريبا اكبر وحده شفتها دابا هي مانيش نقلها باش منضيعهاش هادي كتعمر السطل فهمتوني اخوتي هاديك راه تعمر لينا السطل ولكن فهمتو باش خليونا نخدمو. تخيلوا معايا رمضان ما بقى له والو وهاد الخدمه تخدمها في رمضان وكنخرجوا حتى للتسعود واصلا كتعدى المغرب قبل التسعود. المهم مع ديك عندنا تتعدى مع التسعود قل القسمين دونك اخوتي راه شنقول لكم العذاب الاليم 5 قرابعة دقائق دونك شويه بقينا 4 دقائق ونبداو الخدمه في حلايه نتموسخ شي شويه باش قبل ما بدينا الخدمه نبداو داكشي على بركه الله وحفظه. سميت اخوتي والله الا كاين واحد الشمس تما كتكون في وسط هاد الميكا هادي واو الشمس كتضرب ديك الميكا وانت كتضرب فيك ديك الشمس والحراره والعافيه ساهله ربي وصافي ربي معك وحق الله شنو نقول لكم هادشي شنو كاين الحراره اخوتي ديما الصهد ديما الشمس ديما الحراره طوبي وخصوصا ملي كتكون وسط هاد البناطر هادو ولا ما عرفت شنو سميتو كتكون وسط هادشي هذا شنو نقول لكم اخوتي راه واحد الصهد تخيلوا معايا انت وسط ميكا ومقابل مع الشمس وعاد لابس حوايج صافي والله الا هادشي زوين اخوتي صراحة هاد العيبات هاي تشيز شي زوين والله غير اخوتي ايام كتسالي خدمة كتشي كترتاح كدوش مزيان هاد الخدمة ديال العشية. المهم دابا انا ما خدامش نهار كامل ما تخدمش يوميا تقريبا
غير تنخدم غير مره مره تنخدم هاد السوايع ديال العشيه مزيانه نورمال تنخدمهم بخير الحمد لله اللهم هادو ولا بلاش. من هنا قدام تنقلب على خدمه الصباح نبقاو نشدو الصباح باش نخدموا معاها فاش ما كان. المهم اي حاجه خشوفها راسنا اي حاجه خشي دماغك اخوتي ما تخليش دماغك ديما راسك معاها فهمتوني. هادشي اللي كاين اخوتي وشميسه والحراره ونخليوهم نتسناهم دابا تيجيو باش نبداو الخدمه ديالنا حيت خصنا نبداو الخدمه باش نمشيو فحالنا نخدموا سوايعنا نخدموا واحد 4 سوايع ونمشيو فحالنا باش تساليو مع التسعود دونك نورمالمون خصهم يحسبوا لينا 5 عارف تيجيو نشوفوا اش يديروا نقول لكم البلان اخوتي كي داير حيت دابا خصني نتسناهم باش يجيو ونخدموا ان شاء الله. خوتي طرا بلان ما توقعوش ما خدمناش طبيعه الحال. المهم دابا انا يلاه رجع نبدل حوايج ونقول لكم البلان اللي طرا هي تما. شوف من الخير مشيت طلعت فيديو ورجعت فحالي. المهم انا ما خسرتش ما والو مزيان انا طلعت فيديو مولف كنوصل لكم بالخدمه. اليوم طلعنا لكم فيديو زوين خفيف نحاول نلوحوا لكم تخسيخ اخوتي مع طلعه هذه هاي طلعه واش من طلعه. دابا ندخل للدار بدل حوايجاتي نقول لكم بلان اللي طرا هي تما. رجعنا فحالنا حيت ما كاينش داكشي واجد حتى لغدا ان شاء الله عاد غادي يكون داكشي واجد هو هذاك. المهم اليوم ما غاديش نخدموا غنخدموا غدا ان شاء الله. المشكله كان خصهم يقولوها لنا قبل ولكن حتى تما عاد قالوا علينا فرجعنا فحالنا غدا ان شاء الله عاد غنمشيو نخدموا. المهم حاولت ندير لكم شي حاجه خفيفه في هذا الفيديو نتمنى يكون هو هذاك. خوتي بغيتكم تهبطوا لي كومونتير هجموا عليهم اخوتي ماكسيموم شي كلمه في حقي واخا غير قلب اي حاجه اخوتي. مرحبا وبيس ليكم خوتي. مرحبا في انستغرام ديالي خليها لكم تحت صندوق الوصفيه ديال سين فلوغ. الا بغيتو شي فيديو جديد خليوها ليا في الكومونتير كثروا منا باش نديرو لكم ان شاء الله. المهم خوتي كانت هذه هي لافان الفيديو نتمنى يعجبكم الفيديو. اللي مازال ما تابوناش تابونا عندنا في لاشين وفعل الجرس ودير لايك وشي كومونتير زوين وبارطاجي الفيديو. باي خوتي.